أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألبسنا الرياش وأسبغ علينا المعاش، والحمد لله الذي نعمه علينا لا تحصى وأياديه عندنا لا تجازى. أحمده من أول الدنيا إلى فنائها، ومن أول الآخرة إلى بقائها، حمدا يدوم بدوامه ويزيد على رضاه ويؤدي حق شكره. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، ساسة العباد وأركان البلاد، نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال نبينا صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري في وصيته التي أوصاه بها: وإني موصيك بوصية فاحفظها، فإنها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. يا أبا ذر، اعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. في هذا الدرس سنتحدث عن هذه العبارة المهمة: يا أبا ذر، اعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. أولا، العبادة ماذا تعني؟ العبادة تعني بشكل عام الخضوع للشيء، وتعني الطاعة، كما نقرأ في كلام مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه لأناس عبدوا الدنيا، أي خضعوا لها واتبعوا شهواتها. يقول عليه السلام: ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ تعبدوا للدنيا أي تعبد، وآثروها أي إيثار، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم نفسا بفدية، أو أعانتهم بمعونة، أو أحسنت لهم صحبة؟ إذن العبادة تعني الخضوع والطاعة والانقياد للشيء. ومن استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. لكن هنا قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، اعبد الله كأنك تراه. ماذا تعني هذه العبارة كأنك تراه؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أي أن تعبد الله تعالى كأنك تراه بالعين الباصرة، بمعنى أن الله تعالى هو قوة لا متناهية. هذه القوة لها هيبة، وهذه القوة المسيطرة على الوجود حينما الإنسان يراها بالعين الباصرة فإنه يخضع لها، يذعن لها. أي أنه عليك
أن تتجسد هذه الذات الإلهية وتراها أو كأنك تراها بالعين الباصرة لتخضع لها. هذا الاحتمال الأول، ولكن يبدو أن هذا الاحتمال لا يخلو من إشكال. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يمكن أن يرى، لا تدركه الأبصار، لا الأبصار الناظرة ولا الأبصار ولا البصائر الواهمة أيضا. فإن الله تعالى لا تدركه الأبصار بل ولا تدركه البصائر. وعليه فالتمثيل أن يقول النبي صلى الله عليه وآله اعبد الله تعالى كأنك تراه. كيف يمثل كأنك ترى شيئا ليس من الممكن أن يرى، بل وتستحيل رؤيته؟ وعليه يكون هذا الاحتمال شبه ساقط. الاحتمال الثاني وهو الأقرب، أن المراد كأنك تراه أي كأنك تراه بالعين الباطنة، بعين العقل. وهذا يمكن المساعدة عليه بما ورد عن إمامنا الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة: إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا. قول الإمام المعصوم عليه السلام عميت عين لا تراك عليها رقيبا، بالطبع ليس المراد العين الباصرة، فالعين الباصرة لا ترى الله. وهناك اتفاق عند كل المسلمين أن الله تعالى لا يرى. هناك خلاف، بعض المسلمين يرون بأن الله تعالى لا يرى فقط في الدنيا ولكن يرى في الآخرة، وهذا احتمال أو قول ساقط، والقرآن يرد على هذا الكلام، والرد عليه واضح في محله. فإن قوله تعالى لا تدركه الأبصار كلام مطلق، لم يقيد بزمن ولم يشرط بشرط ولم يقيد بقيد. إذن إضافة إلى الأدلة العقلية الأخرى، فإذن أعبد الله كأنك تراه أي كأنك تراه بالعين الباطنة، بعين العقل. ولكن العيون الباطنة للناس تختلف، درجات البصائر تختلف من إنسان إلى آخر. وكأن المعنى لا خير في عقل يدرك ما حوله ولكن لا يدرك من صوره، لا يدرك من خلقه. والنتيجة ما هي؟ أن يكون المعنى يا أبا ذر أعبد الله كأنك تراه بعين العقل، بعين البصيرة. فإن أنت لم تصل إلى هذه الدرجة أنك تراه بعين البصيرة، بعين العقل، فاعلم بأنه يراك، أي أن لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. يعني حينما يدرك الإنسان بأن القوة اللامتناهية، بأن الله الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده أزمة العباد مطلع على الإنسان، فإنه تدعوه هذه المعرفة إلى الخضوع، إلى العبادة، إلى الطاعة، إلى الإنقياد. إذن أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومما يدل على أن المراد بالرؤية هنا الرؤية
بحقيقة الإيمان ما ورد في قضية ذعلب اليماني، وكان رجلا شجاعا بليغا، سأل مولانا أمير المؤمنين ذات يوم، قال: يا علي، هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ قال: وكيف تراه؟ فقال عليه السلام: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. قريب من الأشياء غير ملابس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا بروية، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته. كل كلمة تحتاج إلى بحث مفصل. إذن المراد بالرؤية هنا رؤية القلوب، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن يمكن أن نلخص المشاهدة والرؤية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول المشاهدة الحسية، والمشاهدة الحسية هي التي تتم بحاسة البصر، وقد يستعان بشيء آخر كالعين المسلحة كما يقال، أي أن يستعان بالتلسكوب، بالمجهر، بأي أداة أخرى، ولكن في النتيجة أن المشاهدة هنا هي مشاهدة حسية بحاسة البصر، هذا نوع. والنوع الثاني المشاهدة العقلية، والمشاهدة العقلية التي يعرفها الإنسان عن طريق الاستدلال بالعقل، يعني غير الحقائق الإيمانية، يعني عن طريق الاستدلال بالعقل يرى الحقائق، من قبيل ما ذكروا بأن نيوتن شاهد الجاذبية، ولكن شاهدها مشاهدة عقلية حينما رأى تلك التفاحة تسقط من الشجرة، وصار يتفكر: لماذا هذه التفاحة لم تصعد إلى السماء؟ لماذا نزلت إلى الأرض؟ صار يفكر، فاكتشف قانون الجاذبية الأرضية. إذن هذه المشاهدة مشاهدة عقلية عن طريق الاستدلال بالعقل. المشاهدة الثالثة وهي التي نتحدث عنها هنا هي المشاهدة الباطنية، وهي نوع من الإدراك الباطني وليس الاستدلالي، يعني كما يمكن أن يطلق عليه الإشراق. هذه الرؤية الإشراقية، المشاهدة الإشراقية، الله تعالى جعل معرفته تشرق في قلوب عارفيه. ومثال على هذا ما ورد في شأن إبراهيم الخليل عليه السلام، كما يقول ربنا في القرآن: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وما ورد في شأن يعقوب النبي عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذه المشاهدة ليست مشاهدة حسية، وليست مشاهدة استدلالية عن طريق العقل، وإنما مشاهدة باطنية، نوع من الإدراك الباطني. وما ورد أيضا في قصة ذلك الفتى الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعذبون فيها. فقال صلى الله عليه وآله لأصحابه: هذا عبد
نور الله قلبه للإيمان. أعود، فقول النبي صلى الله عليه وآله يا أبا ذر أعبد الله كأنك تراه، أي كأنك تراه بعين العقل، فإذا أنت لم تستطع أن تدركه بالعين الباطنية، العين الحقيقة الإيمانية التي تدرك بحقيقة الإيمان ما ترى، فاعلم بأن الله تعالى الذي أنت تعبده والذي يجب عليك أن تعبده هو يراك، وحينما تدرك بأنه يراك حينئذ تكون عبادتك عبادة تختلف عن عبادة الذين لا يعرفون ربهم ولا يرون ربهم بحقائق الإيمان ولا يعرفون بأن الله تعالى مطلع عليهم. إذن يا أبا ذر أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.